فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وراء ظهره يعني يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره إهانة له، إهانة له والعياذ بالله. ولهذا يقولون إن بعض الطوائف الضالة إذا مات ميتهم يقطعون يده اليسرى، يقولون علشان إنه ما يلقى له يد يسرى يعطى كتابه بها، يعطى باليمنى، ما له إلا وحده، ما له إلا يد وحده. أي نعم. نعم.